وبسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي المشاهدين مشاهدي أون تايم سبورتس أحباء كرة القدم في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد جديد مع مباريات الدوري العام الممتاز المصري لكرة القدم موسم 2021 استكمال مباريات الأسبوع التاسع ولقاء هام جدا يجمع بين أسوان والزمالك القاهرة الجديدة التجمع الخامس استاد بترو سبورت نظريا وافتراضيا هو الملعب والاستاد اللي اختاره أسوان لأداء مبارياته ويعتبر ملعبه لحين تجهيز استاد أسوان وعودته مرة أخرى إلى الجنوب اليوم أسوان يدخل هذه المباراة بقيادة فنية كما نرى على الشاشة الكابتن علاء عبد العال في مباراته الثانية بعدما تولى المسؤولية وقاد الفريق في مباراة المحلة الأخيرة ونجح في إيقاف سلسلة الهزائم وخرج وعاد بنقطة من استاد المحلة اليوم يخوض اختبار صعب أمام الزمالك في مواجهة البرتغالي باتشيكو في بترو سبورت تنطلق أحداث المباراة على يمين الشاشة أصحاب الأرض أسوان بالزي الأزرق وعلى اليسار الزمالك بالأبيض الكامل والخطين الحمر ومصطفى محمد يبدأ المباراة ويقود الهجوم الزملكاوي وأول فرصة للزمالك وأول أهداف اللقاء من أول فرصة من أول طلقة في الدقيقة الثانية قبل أن تكتمل الدقيقة الثانية وإحنا بنقول اسمه لسه بنقول مصطفى يعود لقيادة الهجوم الأبيض يعود لقيادة الهجوم الزملكاوي وبالفعل الفالدانيتو يلدغ من جديد يعود للتسجيل يعود للتهديف ويزور الشباك الأسوانية بعد ضغط رائع في نص ملعب أسوان استخلاص للكرة وبينية حريرية من أحمد السيد زيزو وتحرك أكثر من رائع من مصطفى يسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية في مراجعة للفار محمد يوسف بينما في غرفة الفار يتواجد مصطفى مدحت وأحمد حمدي محمد يوسف راجع اللعبة إشارة الفار واحتسب الكرة احتسبها فاول إذن تم إلغاء الهدف بعد مراجعة الفار يغير القرار ويلغى الهدف وتعود النتيجة مرة أخرى إلى التعادل السلبي ويتلغي هدف مصطفى محمد بعد ثبوت وجود حالة فاول وحالة خطأ في استخلاص الكرة ترجع الكرة مرة تاني لكن البداية بالفعل قوية جدا ومثيرة جدا أحمد الصغير هيسدد الصغير يلعبها بليسنج في الزاوية البعيدة لكن تروح يتابعها أبو جبل بنظره ويسيب الكرة وطبعا تخرج بعيد عن المرمى وتبقى ضربة مرمى زملكاوية إذن الضربة الحرة للزمالك من ناحية اليمين وهتتلعب بالقدم اليمنى لزيزو حازم امام واخد مكانه وناحيه اليمين لكن زيزو يلعبها واحده على طول جوه المنطقه الراسيه يا دوب يطير عليها عمر رضوان لكن الراسيه تمر يا دوب سنتيمترات بجوار القائم الايمن وتضيع فرصه زملكاويه كبيره جدا تشوف الكره وعمر رضوان طار وعمل المحاوله لكن الراسيه من الونش هو اللي يتقدم ويطير الونش ويا دوب نقول ايه نص يارد جنب القائم اليمين ترجع الكرة مرة تانية إمام عاشور خد قرار التسديد قاعدة إطلاق الصواريخ الباليستية البيضاء ترجع الكرة يطير عليها عمر رضوان وتخرج إلى ضربة ركنية زملكاوية ادي الكرة وادي الإعادة وادي الاستلام وبالقدم اليمنى مفيش مشكلة بالقدم اليسرى مفيش أدنى مشكلة وتسديدة قوية جدا من إمام يحط إيده عمر رضوان 3-1 في الركنيات وكرة عالية ورأسية من جديد ضغط ومحاولات ده برضو الونش خلي بالك برضو الونش لكن عمر رضوان يطلع ويمسك باتشيكو يلعب على التفاصيل على الجزئيات الصغيرة جدا وقدم إمام يتقدم وينطلق ويلعبها بالعرض وكرة مش ممكن نفس القائم
التعاقد مستمر وقائم. ادي الكرة العرضية من حازم. اوباما 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 المرة دي الرأسية من اوباما. انطلاقة، ادي انطلاقة على حدود منطقة الجزاء، تتلعب الكرة مصطفى محمد استلم غلط. اشرف بن شرقي مديها له وفي نيته ان مصطفى يلعبها على طول في المرمى فيرست تايم، واحدة لمسة واحدة، لكن مصطفى استلم. ادي الضغط واستغلال لخطأ محمد جابر ميدو، ومصطفى فضل انه يستلم. نيات زملكاويه الركنيه السادسه تتلعب تاني جوه منطقه الجزاء، مطالبه بلمسه يد وضربه جزاء. محمد يوسف يشير بالاستمرار، ويبدو انه في مراجعه من قبل الفار. الفار الغى هدف للزمالك في الدقيقه الثانيه، فهل يحتسب ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة الثانية؟ لكن من الوقت بدل الضايع نشوف. ادي الإعادة، هيثم الفيل أوباما، وهيثم الفيل لمسها أوباما ولمست في هيثم الفيل. الصورة مطلوب، لا وجود لركلة جزاء، لا وجود لركلة جزاء. باشيكو بيعترض، لعبة الكرة عالية جوه المنطقة، يطير عمر رضوان، يقع على الارض عمر رضوان، لكن اللعب يستمر، اللعب يستمر، ويتوقف بصفاره من جانب حكم اللقاء محمد يوسف بعد اصابه حارس المرمى عمر رضوان. اشتعلت الامور في ملعب المباراه، واعتراضات من باشيكو، كان بيطالب بضربه جزاء في الكره الاخيره. والآن ايه كرة مشتركة بين عمر رضوان وشبانة، وكان معاهم مصطفى محمد. أحمد سيد زيزو يلفها عالية جوه المنطقة، ودربكة وزحمة في منطقة جزاء أسوان، لكن تمر الكرة ومعاها تأتي صفارة نهاية الشوط الأول. أصدقائي المشاهدين، من جانب حكم اللقاء محمد يوسف، كما بدأ الشوط كما انتهى بتعادل سلبي بلا أهداف. خلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني ان شاء الله. ننتظر ونلتقي من جديد بعد هذه الاستراحه القصيره. شكرا لكم والى اللقاء. ومع ذلك لم تهتز الشباك في الشوط الاول، خلينا نشوف الشوط الثاني. هيبقى اسوان على اليسار والزمالك على اليمين، وعلاء عبد العال يبدا الشوط الثاني بتبديل مهم، يسحب محمد خليفه ويدفع باحمد الالفي الجناح السريع الخطير. انطلاقة أولى من الجهة اليسرى، وعرضية تاني جوه منطقة جزاء الزمالك في الثواني الأولى من الشوط الثاني، لكنية أسوانية عالية والرأسية، لكن تروح بين إيدين أبو جبل، كان عايز يبدأ هجمة مرتدة سريعة. محمود شبانة عطله، هذه الرأسية من أفيري، من الكيني جون أفيري، يطير لفوق، تتلعب على الأرض وبينية، عدت الكرة مشيت ناحية اليمين، حازم إمام يلعبها والتسديدة يعيدها للخلف. حازم إمام ما تلعبتش عرضية صريحة متوقعة من جانب الدفاع والحارس عمر رضوان، لا شوف رفع راسه ومررها للخلف لأحمد سيد زيزو اللي خد قرار التسديد وسدد بالفعل فيرست تايم. طارق حامد يلعبها لفتوح، استلام من فتوح لكن طالت، وعمر رضوان نفسه هنا ناحية اليمين يلعبها، عمرو ناصر ياخدها لنفسه، يمشي يمشي يدخل جوه منطقة الجزاء، خطيرة جدا، ومعاه محمد عبد الغني اللي بيقول انها ضربة مرمى. عمرو ناصر بيقول ان عبد الغني هو اخر من لمس الكرة، وبالتالي بيطالب بضربة ركنية. قرار المساعد أسامة عبد اللطيف باحتسابها ضربة مرمى للزمالك. انقذ مرمى من اكتر من فرصة خطيرة. بن شرقي فتوح يقطع العرضية جوه المنطقة والعرضة. الاتفاق مستمر، اتفاق عمر رضوان وتعاقده مستمر وقائم، مش بالنسبة للمرمى ناحية اليمين فقط، لكن كمان المرمى الايسر في ملعب بترو سبورت يفي بوعود لعمر رضوان. كانت عالية طلعت فوق، المرة دي أرضية زاحفة. ادي انطلاقة في منتهى الخطورة، والألفي يسدد الألفي. المرة دي يلعبها ناحية اليمين لزيزو، والكرة العالية جوه المنطقة
يطير عليها ويقابلها مصطفى وتعلى فوق العارضة، لكن أصيب مصطفى. خلينا نشوف، ادي الكورة طار وقابلها ولعبها عالية، دفعة واضحة وصفارة وإنذار كمان. إسلام صالح ياخد إنذار في أول ظهور له. مستمر والكرة عن طريق ساسي يلعبها جوه المنطقة ناحية الشمال، عرضية تاني في منتهى الخطورة وزحمة، زحمة رهيبة، ويبص في ساعته محمد يوسف ويطلق صفارته، ونقطة بالفعل غالية جدا للفريق الأسواني. علاء عبد العال يقود أسوان بعد حصد وخطف نقطة من قلب المحلة الأسبوع الماضي، يقودهم هذا الأسبوع لخطف نقطة من الزمالك في قلب بتروسبورت. يرتفع رصيد أسوان عند 8 نقط، يرتفع رصيد الزمالك أيضا إلى 20 نقطة، وتستمر المطاردة. أصدقائي المشاهدين، كما بدأ اللقاء كما انتهى بتعادل سلبي بلا أهداف أسوان والزمالك. نلتقي على خير بإذن الله في مباريات أخرى قادمة، حتى ذلك الحين تقبلوا مني كل التحية، شكرا لكم وإلى اللقاء.